بسم الله الرحمن الرحيم. هاي تجربة سويناها حتى تفيد الناس اللي عندهم هذا الفرن اللي يعطل. هسه أنا هاي النار جوا زرفته للفرن هذا الكهربائي، الهيتر الجو اللي غيته طبعا هسه يشوفكم اياه، خليته بس على الهيتر الفوق. سحب الامبير طبعا يسحب 6 امبير. هاي تجربة هسه على العجينة. لحظة هسه هاي توني خليتها، صار 3 دقائق. ان شاء الله التجربة ناجحة، لانه دائما الجو يحترق، الهيتر الجو يحترق ويسوي نتلة. طريقة تثبيتها كل الصعبة، فاكتشفنا هاي الطريقة. حتى لاحظ الخبزة كلش حرارتها قوية، هسه راح تكمل وشوفكم اياها. راح نشوفها هسه الخبزة شبه استوت، الهيتر حار قال النار زين عيني. فهاي التجربة جربناها والعملية ناجحة ان شاء الله 100%، فحبينا نوضح لكم هاي الطريقة.